صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. ياسين بونو، سفيان بوفال، سفيان أمرط، حكيم زياش، رومان سايس، عز الدين أوناحي، أشرف حكيمي، يوسف السري، نايف أكرد، جواد يامي، يحيى عطية الله، أشرف داري، زكريا بوخلال، نصير مزراوي، سليم أملاح، وليد شديرة، عبد الصمد الزلزولي، بدر بانون، عبد الحميد صبيري، عبد الرزاق حمد الله، إلياس شاعر، أنس سروري، يحيى جبرة، وليد رجراجي، مغربي الأصل يحمل الجنسية الفرنسية، يعتبر أول ناخب عربي وأفريقي يؤهل منتخب المغرب إلى نصف النهائي في مونديال قطر، وهو إنجاز غير مسبوق سجل في تاريخ الاتحاد العالمي لكرة القدم الفيفا. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم فيديو اضغطوا على زر الإعجاب.